يسرى، قديش انت متحمسه اليوم تشاركي بهذا المهرجان؟ والله فخوره باللي حاصل في السعوديه وفي جده وفي كل السعوديه والتغيرات. طبعا يعني القياده العظيمه هي السبب الاساسي في اللي بيحصل النهارده ده، والتطور اللي بيحصل كده. وانا مش مصدقه ان انا هنا بعمل، يعني في افلام وفي سينما وفي شو، يعني حاجه بديعه. اليوم المشاركة المصرية قوية سواء بالأفلام وحتى المشاهير. أنت بوجود إن ليلى علوي زميلتي وأختي بتتكرم في أول مرة، في أول يعني ده حاجة جميلة. ده أنا جاية مخصوص علشان أشوفها على المسرح، مسرح السعودية لأول مرة بيكرم فنانة مصرية. ثانك يو ثانك يو. غلبتك.